خليني بقى هنا أخدكم على هذا المشروع، مشروع التجلي الأعظم، وأنه رئيس الوزراء بنفسه بيتفقد هذا المشروع ويتابع تفاصيله. معنا على التليفون دكتور مجدي شاكر، كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة. أهلا بيك يا دكتور. كل التحية يا أستاذ يوسف، تحية لحضرتك وكل مشاهدينك، وكل سنة وحضرتك طيب وكل الأمة المصرية والإسلامية بخير. ربنا يخليك يا دكتور، وصوتك منورنا والله. الله يبارك في حضرتك، يعني حضرتك مقدمة أكتر من رائعة. لا العفو يا فندم، العفو. وحضرتك هو الموضوع مش بعيد جدا يوسف، في حضرتك الدولة المصرية من بعد يعني من 2014 بدأت توضع هذا الجزء العزيز من أرض مصر، للأسف أهمل طويلا. موضوع اللي بنتكلم عليه النهارده مشروع التجلي يأتي في إطار عدة مشروعات الدولة بتنفذها لربط هذا الجزء الهام بأرض مصر، شبكة الأنفاق اللي الدولة عملتها. احنا فضلنا لفترات طويلة يوسف في ما عندناش غير نفق واحد فقط، وكان للأسف بنقعد فيه ساعات عشان نوصل لهذه المنطقة. دلوقتي بقى عندنا عدة أنفاق، عندنا دلوقتي شبكة قطارات إن شاء الله تصل قريبا، استصلاح أراضي، تعدين جامعة، وبالتالي احنا عندنا يعني ربط مهم جدا جدا لأهم جزء في أرض مصر. فأنا شايف إن هذا المشروع بيأتي في إطار إعمار هذا الجزء ورد، يعني زيارة السيد رئيس الوزراء النهاردة لهذا المشروع أنا بعتبره بيبعت أكتر من رسالة. إحنا عندنا مشروع اسمه المشروع المتكامل، وهو مشروع الأجيال القادمة. يعني بقول لحضرتك هذا الجزء اللي كان للأسف يعني الناس بتروحه لمدة ليلة واحدة فقط إذا قدرت تروح، لأن كان الوصول له صعب وما كانش مرتبط والمطار كان صغير جدا. إنما إحنا قدام مشروع متكامل، بقول لحضرتك هذا المشروع خلال 20 سنة سيحول هذه المدينة لمدينة هامة وكتلة سكنية مهمة. السيد رئيس الوزراء النهارده بعت عده رسائل ان احنا بنبني او بنبني، مش مجرد بنهتم فقط بالدير، لكن احنا بنعمل مشروع بنهتم فيه بالناحيه الاثريه، بالناحيه الحضريه، بالناحيه البيئيه، بالناحيه الاستشفائيه. فاحنا عندنا مشروع زي ما بيقولوا كده وحضرتك دارس اقتصاد، هو مشروع رابح جدا ومشروع بيسموه صفقه، يعني صفقه رابحه. ويمكن الدليل على ذلك السيد رئيس الوزراء تاني هاخد من كلامه ان عندنا شركه المانيه، قال ان الشركه الالمانيه، وعارف حضرتك اكيد سافرت وعارف او عارف الالمان ما بياخدوش مشاريع فاشله، وبالتالي ان شركه المانيه تاخد حق رعايه ولا انتفاع لهذا المشروع. والسيد رئيس الوزراء ذكر ان هناك عده شركات قادمه، فدي معناها لكن انا بركز على الالمان، لان الالمان العقليه الالمانيه عقليه بتفكر، هي عقليه اقتصاديه تماما، فان هي تاخد حق انتفاع لهذا المشروع هي رساله مهمه. السيد رئيس الوزراء قال ان احنا نعمل على 750 وحده، وده مهم جدا لان الناس دام هتبقى في وحدات فناس هتيجي تشتغل، الناس اللي هتشتغل هتبقى هتجيب اولادها، لما تجيب اولادها هيبقى عندنا الاولاد عايزين مدارس، عايزين جامعات، خلال 20 سنه هيبقى عندي جيل جديد موجود في هذا المكان عايش كويس جدا، لان اعرف حضرتك الناس اللي بتشتغل في السياحه الدخل عندها بيبقى كويس جدا. السيد رئيس الوزراء قال معلومه مهمه جدا، قال ان الناس اللي موجودين اهل المنطقه هيعاد تطوير المكان بما يتناسب مع البيئه، وهما جزء اساسي وشريك في هذا المكان في العمل، وبالتالي دي برضو رساله مهمه. ما فيش اي ملحوظه سابها، حتى كلمه التامين مش هتبقى بطريقه عاديه ولكن هتبقى عن طريق كاميرات حراريه بحيث ان اي حد يعدي مش مجرد الشخص اللي واقف، لا ده احنا حتى التامين روح هذا الموضوع. هيبقى عندنا مطار كله هيبقى في رحله من القاهره لسيناء والعكس، هيبقى عندنا كمان حاجه مهمه جدا مطارات دوليه هتجيلنا من اليونان كل اسبوع، وبالتالي زي بيقولوا كل مشروع وكل شيء معمول حسابه. هيبقى عندنا ربط كمان بالمدن الترفيهيه زي شرم الشيخ والغردقه ونويبع وهذه الاماكن، هيبقى عندنا كمان طريق بري، يعني هيستطيع اي واحد هيبقى عنده سياحه ترفيهيه او شاطئيه هيستطيع انه يزور هذا المكان. وبالتالي انا شايف هذا المشروع مهم جدا، وياتي في اطار محافظ انا بعتبره من انشط المحافظين السيد خالد فوده، هذا الرجل اللي خد شخصيه يعني شخصيه في بورصه برلين السنه دي، خد الشخصيه الاولى، ومدينه شرم الشيخ خدت المدينه الاولى او المدينه الاولى في افريقيا ويمكن الرابعه على مستوى العالم. فاحنا في مشروع انا بعتبره من اهم المشاريع التي كانت مصر او اللي مصر بتنفذها، واذا كان المتحف المصري هو اهم مشروع ثقافي حضاري، فاحنا عندنا مشروع التجلي هو اهم مشروع على مستوى العالم، لان احنا عندنا مشروع بيئي مهم جدا. وبدعو من خلال برنامج حضرتك يوسف بيه، اتمنى ان علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك وكل العلماء يحددوا لنا هل ما نقدرش نحدد يوم التجلي كان امتى، وبالتالي يبقى عندنا عيد زي ما كده عيد الاضحى او عيد الحج عندنا، وعيد في مكه مرتبط بعيد الاضحى، وعيد الميلاد السيد المسيح او الحج في القدس مرتبط بعيد السيد المسيح. فاتمنى ان العلماء يوصلوا لنا لطريقه او لتحديد يوم محدد، يبقى عندنا عيد اسمه عيد التجلي الاعظم ياتي اليه الحجاج زي ما حضرتك اشرت من كل انحاء العالم،
ويبقى يوم معروف ومحدد يأتي حرمين كل أمانيهم ويخلعون عليهم في الوادي المقدس سوا، ويبقى عندنا عيد اسمه عيد التجلي الأعظم. طيب اللي أنا شايف أنه مشروع مهم جدا. الكلام ده بقى بيستدعي سؤال كمان يا دكتور مجدي، ألا وهو أنه حتى ولو لم يتم تحديد اليوم بمنتهى الدقة، في النهاية المكان في حد ذاته هو أظن أنه ده جاذب للسياحة الدينية أو السياحة الروحية بتاعة الأديان الثلاثة، يهودي مسيحي مسلم، هذا المكان تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى، فما فيش حد مش هيجي. أنا مؤيد يوسف قوي فكرة السياحة الروحية، لأن السياحة الروحية يعني هي سياحة الرقي، ويعني أنا شايف أن هذا المكان اي حد هيجيله حتى لو ما عندوش مش معتنق دين، هو لو عنده حتى اي طاقه سلبيه، هو مكان استشفائي، هو مكان في حد ذاته الوجود فيه كفايه ما يسمى بوادي الراحه. ووادي الراحه الاسم ذا في حد ذاته هو اسم موحي جدا جدا، وهذا المشروع هو حلم للرئيس السادات رحمه الله عليه من 40 سنه، هذا الرجل اللي كان بني استراحه في هذا المكان وكان بياخد القرارات المهمه جدا في هذا المكان. وعارف حضرتك زي ما بيقولوا دايما الراجل ده سبق عصره، يعني زعيم ملهم جدا، كان عاوز يعمل هناك مجمع الاديان الشهير. بالضبط. طب دكتور مجدي، يعني مثلا انا شفت قلعه في اسبانيا، هذه القلعه بيجي لها ملايين بدون مبالغه ملايين الزوار كل سنه لسبب واحد بس، انه يقال، خد بالك منها، يقال مفيش تاكيد، يقال ان الكاس المقدسه اللي كانت موجوده في العشاء الاخير مع سيدنا عيسى عليه السلام في وقت من الاوقات كانت موجوده في هذه القلعه، يقال، تخيل على كلمة يقال، يأتي إليها ملايين كل سنة لزيارة المكان الذي ربما احوى أو حافظ على الكأس المقدسة، فما بالك بتجلي رب العزة. يعني هو يمكن كمان حضرتك الشيء بالشيء يذكر، وكنيسة سجرادة اللي هي موجودة هناك اللي هي لم تكتمل، وبالرغم من ذلك يأتي إليها ملايين السياح. هي فنم فكرة الماركتينج، ويمكن وجود الشركة الألمانية وأخذانها حق انتفاع هذا المشروع. أنا بؤكد لحضرتك أن الشركة دي يعني إحنا مشكلتنا في الماركتينج شوية، ولكن وجود هذه الشركة أنا بعتقد أن تعمل سوق جيد. كل الناس عارفة هذا المكان وحافظاه يوسف فيه، إحنا مشكلتنا في إعادة الصياغة، لأن كانت الوصول لهذا المكان كان صعب والخدمات كانت صعبة، لكن حضرتك دلوقتي وفرت ما يحتاجه، وفرت نزل بيئي. وده عاجبني جدا الفكرة أن حضرتك عملت فنادق بيئية وعملت فيلل، الفيلل كمان هتبقى بيئية، مش هتبقى أكتر من دور واحد فقط وروف، عملت متحف، عملت خدمات للسواح لان السياح كان بيفتقدوا هذه الخدمات، فانت عملت مقدمات، عملت كمان مسرح، عملت كمان اماكن للتامل فوق الجبال زي جبل موسى وسانت كاترين وجبل المناجاه، فانت عملت اكتر من وسيله بحيث السائح يروحش المجرد يزور هذا الدير يوم ويمشي، فحضرتك عملت اصلاحات في داخل الدير، وعملت كمان استقبالات في داخل الدير، وبالتالي بقى عند حضرتك مدينه متكامله، ودخلنا كمان حتى الناس كمان البازارات اللي هتبقى موجوده، مش هتبيع توت عنخ امون، ده هتبيع الحاجات الاعشاب، الحاجات اللي تشتهر بها هذا المكان، لان احنا جنبنا كمان منطقه محميه طبيعيه او محميه بيئيه، فانت السائح مش مجرد هيزور فقط الدير الاثري، ولكن هيزور الدير الاثري وهيستمتع كمان بالجبال، السياحه البيئيه طبعا، بالمحميه، بيستمتع بالمحميه. وارجو ان احنا يكون عندنا مستشفى استشفائي، لان عارف حضرتك هذا المكان كمان يعني لو عملنا فيه مستشفى يعالج بالاعشاب او اطباء يعالجوا في هذا المكان، اعتقد ان هو هيبقى جاذب جدا جدا، بحيث ان احنا عندنا كان من الاسبوع اللي فات كان السيد رئيس الوزراء كان حضر مؤتمر مهم جدا مع وزاره الصحه اللي هي السياحه العلاجيه. أرجو من السيد وزير الصحة، أرجوك يا سيدي أن يكون في هذا المكان مستشفى ضخم جدا للسياحة العلاجية بشقيها الاستشفائي والعلاجي والصحي، بحيث أن كل اللي زعلك عنده أمراض نفسية أو صحية أو علاجية يأتي لهذا المكان، لأن ما فيش أفضل من مكان أفضل منه، سواء من ناحية يعني الشكل أو الجو أو كل الوسائل اللي تؤثر في هذا المكان. وبالتالي احنا قدام مشروع في حاله اكتماله ان شاء الله، والسيد رئيس الوزراء وعد ان هو نهايه السنه دي هيكون افتتاحه، مع افتتاح المتحف المصري الكبير هيعتقد او بعد يعني هيكون عندنا
اهم منشاتين سياحيتين على مستوى العالم، وزي ما قال السيد رئيس الوزراء هيجي لنا 1.5 مليون سائح لهذا المكان، فدي يعني جاي جدا وهتخلق مجتمع عمراني. يمكن اجمل حاجه في هذا المشروع ان يبقى عندي مجتمع عمراني ثابت عايش كويس في هذا المكان، خلال 20 سنه يبقى عندي جيل جديد يعني اولاد وبنات متعلمين وقاعدين وعايشين في هذا المكان. طبعا هو خلاص بيتحول لمنطقه جذب متكامله. انا بشكرك جدا دكتور مجدي شاكر، كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة.